فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن بلادنا تعاني من أزمات حقيقية، وهذه الأزمات السبب فيها بعد الناس عن العقيدة وعن دين الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى حكى عن أهل مكة قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى وتركوا توحيد الله وتركوا متابعة الرسل حل عليهم العذاب وحل عليهم الجوع وحل عليهم الخوف. فإذا أردنا أن ينصلح حالنا وأن تنصلح معايشنا علينا حتى على مستوانا الشخصي، أي إنسان يريد أن يكون سعيدا في هذه الحياة عليه أن يتمسك بالعقيدة وأن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة. الله سبحانه وتعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبعيش الإنسان حياة سعيدة ما دام إنه متمسك بدين الله سبحانه بدين الله جل وعلا. وأعظم ما يجتنب ما ينبغي على المسلمين اليوم أن يجتنبوه ما وقع من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طرق صوفية اليوم تنشر الشرك بالله، سمانية، قادرية، ختمية، وده واجبنا كلنا إننا ننصح الناس وننصح أهلنا إنه يبتعدوا عن هذه الطرق الصوفية وعن الجماعات والأحزاب التي تنتهج نهج المتصوفة من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. والشرك بالله جل وعلا أعظم ذنب، وذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن 18 نبيا من أنبيائه، وأخبر أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم. دي الأنبياء يا جماعة، عشان كده الناس ما تفرط في التوحيد والعقيدة. الله قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فحتى لا يقبله الله جل وعلا حتى من الأنبياء، وده منتشر الليلة، ناس يطوفوا بالقباب والأضرحة، والله سبحانه وتعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. تمشي تطوف بالكعبة، مش تطوف عند المرغن هنا ولا المكاشفي ولا السماني ولا غيرهم. تعبد الله سبحانه وتعالى وتتقرب بما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أنت بتيجي جامع هنا بتدعو الله، ما تمشي تاني في حتة تانية تدعو غير الله، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودي رسالة لكل المتصوفة وأهل الشرك ومن ساندهم وعاونهم واتفق معهم في العقيدة من جماعة الإخوان المسلمين، أنهم لا دليل لهم على هذا الشرك بالله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قال عنهم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. شغل بس اللي يقول أبواتهم عليه وتابعوهم، الشيخ طار والشيخ ركة وطلع كراع وطلع شنبه، نحن نستفيد شنو من الكلام ده؟ ده الله قال ولا الرسول قال، وهم ساكت يرهب الناس. يقول لك كم، يعني ما أقوله في المدايح، كم من ناكرا زاد نكرانه عفص الشيخ طلع مصرانه. ده شيخ ولا جنبه يا جماعة؟ ده هو الساكت ولعب بعقول أمة محمد. الله سبحانه وتعالى يرد على أمثال هؤلاء المجرمين، يقول: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله قال لك الجماعة ديل ما يملك لنفسه نفع ولا يدفع عن نفسه الضر، خليه يجي
ينفع الناس، يملك لهم النفع ويملك لهم الضر ويضرهم. ده كلام هوس ما عنده أي دليل من الكتاب والسنة. واحد تجي حصوة، البرع تجيه حصوة، ونحن يا جماعة عندنا مشكلة شخصية مع زول، لا مع شخصية ولا قبلية، مع إنسان. عندنا النازل خالف الدين، والكلام ده عبادة. نحن نتقرب إلى الله بالرد على هؤلاء، وده جهاد في سبيل الله جل وعلا. قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال يحيى بن يحيى: الرد على أهل البدع جهاد في أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: ومثل أئمة أهل البدع من أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. ده واجب، وإن تركه كثير من الناس. الجماعات اللي بتنتسب للسنة، ناس يقول لك الصوفية قريبين مننا، جماعات بعرف مين أنصار السنة، خالفوا درب النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا حتى درب الجماعة الأول ما كان عليه مشايخهم من السنة، كانوا على حرب مع المتصوفة. الساعة شيوخهم يجيبون لك في الإذاعة والتلفزيون واحد لابس له لابس شال بتاع صوفية أخضر، والله جت شغلة بقت واحدة، وده ضلال عظيم جدا ومخالفة لنهج السلف. تلقاهم يتعاونوا مع أهل البدع، طالع معاو ياكل معاو شارب معاو، والسلف يحذر من التعاون مع أهل البدع أو مجالسة أهل البدع. يقول الصابوني عليه رحمة الله في عقيدته، يقول: واتفقوا مع ذلك بالقول بقهر أهل البدع وإذلالهم والتباعد منهم وترك معاشرتهم. فكان السلف على عداء مع أهل البدع. ده كلام في أصول أهل السنة، بيكتبوا لك في العقيدة. تجد خالف واحد عادي جدا يخالفوا لك، ويجي يقول لك: أخي أنا بقعد معهم، شغل بتاع أخوان مسلمين، ودي جماعة سيئة جدا. كما قال الشيخ بن باز عليه رحمة الله، قال: هذه الجماعة، وذكر له أيضا جماعة التبليغ، قال: هي من في منهجها من الفرق النارية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي والحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنازل خالفوا درب النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة الأخوان المسلمين، ناس حسن البنا المصري كان يمشي الموالد، والموالد دي بدعة ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: هذا الحبيب قد حضر وسامح الكل على ما مضى وجرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوب من أتى إلى هذا المولد. وده كفر أكبر وشرك بالله جل وعلا، فالذي يغفر الذنوب هو الله جل وعلا، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ده قرآن تخالفه هذه الجماعة، وغير ذلك من العقيدة. مصطفى السباعي من رؤوس الإخوان المسلمين يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده يا جماعة احنا بنقوله، والله الزول يعني يحزن حزن شديد لهذه الحال. ناس يعني ينتسبوا إلى الدين ويقع في الكفر الذي ما وقع فيه أبو جهل، يمشي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض في بدنه، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفيه. الكلام ده كفر أكبر، لأن الله جل وعلا يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله دعاء غيره شركة، وتدار تشرك بالله بتمج جهنم. ودي الأئمة بتاع الضلال، بنحذرك منهم، والكلام ده بنتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى نحن كما بينا الكلام ده يسألنا ويعذبنا إذا ما بينا هذا الحق للناس، ونرجو به ثواب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى سمى دعاء غيره شركة، وده زي ما قلت لك دعاة على أبواب جهنم وسفهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق،
ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في شؤون العامة. ذول تافه مجرم يجي يتكلم في دين الإسلام ويكفر بالله على الملأ وينشر البدع على الملأ وهي تقود إلى نار جهنم. والبدع دي يا جماعة أشد من الكبائر. البدع، جنس البدع عموما أشد من الكبائر بإجماع أهل العلم، كما نقل ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى الإجماع. وقال السلف كما قال يونس بن عبيد، عشان ما تقتر ساكت، تشوف لك واحد طبعا ذقنه كبيرة أو ماسك له سبحة ولابس له شعر أخضر تقول يا سلام، والله يا أخي مولانا دع على الحق. لا لا، ممكن الزود ده مجرم كبير، ممكن يكون مجرم كبير إذا متبع للمناهج الفاسدة دي. قال يونس بن عبيد: ديل السلف ونتحاكم ونرجع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ما كلام شغلة دي، ما نجر ساكت من الرأس، لأن هؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، سلف الأمة من الصحابة ومن سار على نهجهم، وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فديل خير الناس، لذلك ينبغي على الناس الاقتداء بحالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وديل بتمرقك قدام، وديل بتمش بها، تسير بها إلى جنة الله جل وعلا، لأن هذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم إنه الناس ينبغي عليها ترك هذه الأحزاب والطرق والطوائف وتتبع دين الرسل الواضح البين. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد.